لم يفعلها بوتين، لم يعلن الحرب رسمياً على أوكرانيا في خطاب النصر، حتى إنه لم يعلن انتصار جيشه في معارك ستدخل شهرها الرابع قريباً. الكرملين وصف توقعات الغرب بإعلان الحرب بالهراء، وظل يعتبر ما يحدث في الأراضي الأوكرانية عملية عسكرية خاصة. لكن ماذا لو أعلن بوتين الحرب رسمياً؟ وما الذي سيحدث؟ في البداية ستطبق الأحكام العرفية داخل الأراضي الروسية، ورغم نفي موسكو أكثر من مرة نيتها إعلان تطبيق هذه الأحكام، إلا أن الإشاعات تتردد باستمرار عن اقتراب موعد تطبيقها. تعرف الأحكام العرفية على أنها الفرض المؤقت للحكم العسكري على دولة أو منطقة في أوقات الأزمات الوطنية، عندما تكون العمليات العسكرية جارية أو عندما تنهار السلطة المدنية. وبافتراض تطبيق هذه الأحكام، تدخل روسيا في مراحل متقدمة من التعبئة العسكرية العامة أو الجزئية، وسيستدعى جنود الاحتياط الذين استكملوا خدمتهم العسكرية، والذين يزيد عددهم على 2.5 مليون جندي. كما سيمنح الرئيس والحكومة سلطات إضافية، ويمكن حظر أنشطة الأحزاب السياسية، إضافة إلى فرض قيود على التنقل والسفر، وإعلان حظر التجوال وبيع الأسلحة، ومصادرة ممتلكات السكان إن اقتضت الحاجة العسكرية. ومن الناحية الاقتصادية، تتيح الأحكام العرفية للسلطات وضع قيود على الأنشطة الاقتصادية والمالية وحركة البضائع، وتلتزم الشركات بإتاحة ممتلكاتها لسد الاحتياجات الدفاعية، وتلتزم الحكومة بدفع قيمة الممتلكات، كما ستتم الاستعانة بالمواطنين للعمل في تزويد الجيش باحتياجاته. ببساطة، إذا تم إعلان الحرب، فهذا يعني أن حياة الروس في بلادهم ستتغير بشكل كلي، ومن يدري ما سيحدث حينها. شاركونا آراءكم، هل تصدق التوقعات يوماً وتضطر روسيا لإعلان حالة الحرب قريباً؟